اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج اولاء اقتصاديه. لا يزال ملف الصناعه هو الاهم بالنسبه للقائمين على ملف الاقتصاد، بالنسبه للمواطن الذي يتعامل بشكل مباشر او غير مباشر مع ملف الصناعه، بالنسبه للدوله كحكومه ورئاسه، خاصه ان هذا الملف يرتبط بعشرات ومئات المصانع ورجال الاستثمار اللي بيضخوا الملايين بشكل مستمر في شرايين الاقتصاد المصري. هناك مشكلات قديمة وأزلية يعاني منها الصناع، هناك أزمات تعرضت لها الصناعة على مدار السنوات الماضية، تركة ثقيلة ورثتها الحكومة، ولكنها تحاول تبحث عن حلول واقعية لكل مشكلات الاستثمار، والحمد لله كل يوم في جديد. اسمحوا لي أن يكون معايا ضيف هو المسؤول الأول عن التنمية الصناعية في مصر، هو اللواء مهندس إسماعيل جابر، لبحث هذا الملف ومناقشة كل مشكلاته والحلول المطروحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ مجدي. اهلا بيك. حضرتك تتفق معايا ان ملف الصناعه هو من الملفات المهمه جدا التي لها اولويه عند الدوله؟ بالتاكيد طبعا. الصناعه قاطره التنميه والاقتصاد في اي دوله ترغب في التنميه وتحسين مستوى معيشه الفرد. في الدول الطبيعي انها بتشارك الصناعه فيما يقرب من حوالي 30% ان ما زادش عن كده كمان في بعض الدول المتقدمه من الدخل القومي لهذه الدول، وبالتالي احنا بالنسبه لنا هذا الرقم ضعيف جدا، ونامل ان شاء الله ان احنا نوصل في نهايه 2020 الى رقم يقرب من ال 24% من الناتج القومي باذن الله من الصناعه ان شاء الله. تتفق معي ان تبسيط الاجراءات هي من الملفات المهمه جدا والتي تحتل مكانة في المناقشات اللي ما بين حضرتك ورجال الصناعة؟ تبسيط الإجراءات من الموضوعات الشائكة والحساسة لدى المستثمرين، وأعتقد أن الدولة والحكومة الحالية عملت على هذا الملف، وبالفعل صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل موسعة مهمتها أول حاجة هي برئاسة السيد وزير الصناعة وأعضاء من مختلف الأعضاء من مختلف الوزارات المعنية التي ترتبط بإصدار التراخيص والموافقات وكل ما يعني لإقامة أي استثمار صناعي في مصر. بالفعل تشكلت هذه اللجنة وبدأت عملها بالفعل، واحتمال قريب جدا في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. فيها مين اللجنة دي؟ اللجنة دي لو قلت سادتك هقول أسماء الوزارات فقط اللي هي موجودة عندنا، هنقول زي ما سادتك رئاسة السيد وزير الصناعة المهندس طارق طبعا، ثم وزارة البيئة، وزارة الداخلية، تنمية محلية، وزارة الكهرباء، وزارة البترول، فيها العدل، وزارة العدل موجودة معانا، القوانين وزارة العدل موجودة معانا، لأن أهم حاجة المشكلة الأساسية في هذه التشابكات وهذه الوزارات هي القوانين. لكل وزارة لها قوانينها الملزمة التي لا يجب أن تحيد عنها، وبالتالي يجب أن يوضع تشريع يفك هذا الارتباط بحيث نحقق مناخ استثماري مناسب للمستثمرين. يمكن رقم هنقوله لسيادتك ان المستثمر عشان يحصل على جميع استثمارات جميع تصاريحه وموافقاته تصل الى 640 يوم عمل، ده فقط في استخراج التصاريح والموافقات، يعني ما يقرب من سنتين، حوالي سنتين، ده بخلاف الفتره الزمنيه التي ينشئ فيها مصنعه، وبالتالي هذا رقم غير موجود في اي بلد يريد استثمار ويكون ده عصب للدوله، وبالتالي احنا ان شاء الله عملنا عليه، بنجهز اوراقنا دلوقتي، وبالفعل كان في معاونه من البنك الدولي في برنامج سابق وحصرنا كل التشابكات مع جميع الوزارات. كانت الازمه في التراخيص مش كده؟ الازمه كلها في التراخيص، بتاخد توقيتات كبيره جدا، وبالتالي المستثمر بيعاني عشان يوصل من مرحله الى مرحله، لازم يكون حقق هذا. طب تستهدف حضرتك انها تصل الى كام يوم؟ احنا الهدف ان احنا بنقوله في بخلاف الفتره الزمنيه بتاعت الانشاءات وخلافه، لا دي تعوز للمستثمر، المستثمر طبعا لامكانياته الماديه وامكانياته اللي عاوز يخلص فيها واستثماره وطبقا لحجم الاستثمار بالتاكيد والمصنع. يعني احنا نبغي لغايه ان شاء الله ان احنا نصل بها الى 160 يوم، لان فيها تشابكات كتيره جدا، من 640 الى 160 يوم، ده يعتبر عمل هيعتبر انجاز. بس انا شخصيا كهيئه التنميه الصناعيه اتمنى ان تصل الى اقل من ذلك، تلت اللي احنا بنتكلم فيه. طب يعني لو قدرنا وصلناها هتوصل ازاي؟ احنا النهارده عندنا القوانين وتشريعات بتوجب لكل وزاره انها تحصل على موافقات، بتطلب مطالب من المستثمر معجزه او تستغرق وقت كبير جدا، اللي هي بيروقراطيه اللي حضرتك عارفها، مش عايز اقول وحاجات تعود الى سنوات مش جديده، سنوات مش هقول، هبدا بنفسي
يعني مش هقول ان انا خلينا عشان اكون صادق لا ابدا بالتنميه الصناعيه. بالفعل عندنا مشاكل في استخراج بعض التصريحات مش كلها ضدنا، لكن لازم ببني على موافقات اخرى لوزارات اخرى. هقول مثال واحد فقط، ان انا عشان ادي موافقه مبدئيه بديها في 24 ساعه، عشان اديله الموافقه النهائيه بتاعت نفس المشروع دهوت ممكن يستغرق المستثمر عشان يصل مثلا لموافقه وزاره البيئه 6 أشهر. فهو بيقول ان انا ما خدتش موافقه نهائيه، الموافقه النهائيه ليست في التنميه الصناعيه بس. هو ممكن يبتدي يشتغل بالموافقه المبدئيه؟ بيشتغل بيها انه بيستلم الارض بتاعته مبدئيا، يروح يستلم الارض بالموافقه المبدئيه، مجرد ما استلم الارض فورا ببديله موافقه نهائيه، بس مشروطه بانه لازم يكون جايب موافقه البيئه وموافقه البيئه ممكن تاخد 6 شهور. دي لوحدها يعني مش كل الصناعات، خلينا برضه متصدقين، مش عايزين نفتح ملفات بتفاصيلها لانها هتعوقنا وهتدي صوره مش كويسه. لا احنا في عندنا امل ان احنا ان شاء الله في فتره وجيزه جدا باذن الله في خلال اشهر بس قوي ان شاء الله هنتغلب على هذه الفترات باذن الله مع هذه المجموعه العامه اللي تم تشكيلها. انا متفائل خير انها هتحل كل المشاكل ان شاء الله. شايف حضرتك ان ملف ترفيق الاراضي الصناعيه مهم في ظل معاناه المستثمرين من عدم وجود اراضي، وطبعا الهيئه بترد تقول لك انا عندي اراضي بس الاراضي محتاجه فلوس للترفيق، انا مش هقدر اطرح ارض ويجي المستثمر ما يلاقيش فيها اي خدمات، هل لازالت هذه المشكله تؤرق الهيئه؟ بالفعل ستك بتمس المشكله الثانيه للمستثمر، الاجراءات ثم استلام الارض او حصوله على ارض مرفقه صناعيه مناسبه للصناعات الصناعه اللي هو طالبها. حتى الان في ما زالت في مشاكل بتاعه كيفيه ترفيه الاراضي الصناعيه او توفير اراضي صناعيه للمستثمر. احنا عندنا بس شقين عشان الناس تبقى برضك يعني متخيله معانا الوضع شكله ايه. الاراضي الصناعيه المستثمر بيطلب اراضي صناعيه في مناطق محدده وهي القاهره زي يعني العاشر من رمضان وبدر والعبور و6 اكتوبر والسادات حتى برج العرب في اسكندريه. 6 مناطق فقط، في حين ان انا عندي ما يقرب من 129 منطقه صناعيه على مستوى الجمهوريه، لكن المستثمر ما عليهاش نفس الاقبال نهائي. عليه اقبال ضعيف جدا. يكفي نقول سيادتك مثلا في صعيد مصر بالكامل عندنا ما يقرب من 39 منطقه صناعيه، الاقبال في احسنهم لا يصل الا اكثر من 50%، وبالتالي انا عندي بالفعل اراضي صناعيه يمكن استغلالها لكن في صعيد مصر، وده اللي بنروج له ان النهارده للمستثمر متمسك بالست مناطق صناعية فقط، هو بيبص على الخدمات وبيبص على اللوجستيات اللي بيها يقدر يوزع منتجه أو يكون مدخلاته أقرب ما يكون له. لكن أنا بقول النهاردة خطة الدولة في 4000 حوالي 4000 كيلو متر تقريبا من الطرق والمناطق والمواني، أعتقد دي كفيلة إنها تجذب الاستثمارات الى صعيد مصر ان شاء الله. انا هسال حضرتك على الوسائل اللي ممكن الدوله تستخدمها لتحفيز المستثمرين للاتجاه نحو المناطق الصناعيه مش عايز اقول منبوذه، بس اسمح لي ان احنا نخرج لفاصل ونعود لاستكمال الحوار. عدنا مره اخرى، وكنت بسال اللواء اسماعيل جابر قبل الفاصل عن المناطق الصناعيه البعيده عن المستثمرين، البعيده عن تركيزهم، وكيفيه تحفيز هؤلاء المستثمرين الصناعيين للاتجاه نحو المنيا الجديده مثلا، اسيوط الجديده، هذه المناطق اللي هو مش مستثمر لا يرغب انه يستثمر فيها لبعد المسافات. الاستاذ علاء عمر رئيس هيئه العامه للاستثمار كان معانا من اسابيع او الاسبوع الماضي يعني، تمام، فاتكلم معانا عن هناك حوافز للمستثمرين للاتجاه نحو الصعيد، هل من الممكن يكون في تعاون في الفتره القادمه ما بين رئيس الهيئه العامه للاستثمار ورئيس الهيئه العامه للتنميه الصناعيه لتحفيز المستثمرين للاتجاه جنوبا؟ خلينا نقول حاجة سابقة، حتى قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد كانت الأرض بالمجان بالكامل في صعيد مصر من أول بني سويف، محافظة بني سويف، حتى جنوبا حتى أسوان والأقصر، ورغم كده ما كانش الإقبال بالمستوى اللي احنا كنا بنأمله. بعد صدور هذا القانون اعتقد الرؤيه اختلفت او القرارات بقتش كلها بالمجان، الارض بمعنى اصح بقتش بالمجان، لانها قانون حدد كيفيه اتاحه الارض بالمجان الا عن طريق مجلس الوزراء او رئيس الوزراء بعد العرض من رئيس
هيئه الاستثمار، وبالتالي الموضوع بقى شائك دلوقتي، ان قانون الاستثمار بقى فيه عاوز حط له اليه مظبوطه، ونفكر مره اخرى في كيفيه وضع حوافز حقيقيه وحوافز تبقى مشجعه للمستثمرين انه يروحوا في اتجاه صعيد مصر. الكلام اللي انا بنقوله ان كان بالفعل في حوافز موجوده ان الارض بالمجان، ورغم كده كانت الاقبال لا يزيد عن 30-40% في هذه الاراضي، وبالتالي يجب ان نفكر في حوافز اخرى تجذب المستثمرين، واعتقد ده هتكون ده المهم اللي ممكن نتكلم فيها بيننا كهيئه التنميه الصناعيه وبين الاستثمار في الفتره القادمه، كيفيه وضع حوافز مناسبه لجذب المستثمرين. ماشي، هرجع لملف الاراضي وترفيقها. هل من الممكن الاستعانه بالمطور الصناعي بشكل مكثف في الفترة الماضية القادمة، بحيث ان المطور الصناعي دوت هيزيح عن كاهل الدولة مهمة ترفيق الاراضي وتدخيل المرافق ليها كهرباء والمية؟ اعتقد ان احنا في المرحلة القادمة يجب ان نستعين بالمطور الصناعي كاحد الوسائل لترفيق المناطق الصناعية، لان ميزانية الدولة لا تستطيع ان تقوم بتوفير. هي نسبة كام في المية دلوقتي استعانة بالمطور الصناعي؟ احنا كنا، انا خلينا اقول على الواقع اللي موجود عندنا، احنا عندنا استخدمنا ما يقرب من 12 مطور، شركة مطور صناعي في مصر حققت او رفقت 25 مليون متر مسطح. تقييمك للتجربة؟ التجربة ناجحة بنسبة 70-80%. طب ليه مش مكملة؟ ليه مش 100%؟ في العقود اللي تمت بين المطور الصناعي وبين الهيئة التنمية الصناعية كان فيها بعض المشاكل التي تسببت ما بين المطور الصناعي والمستثمر، لكن احنا بنحلها، بمعنى ان احنا مش كل العقد كان كالتجربه كانت ناجحه، بقول ناجحه لان بالفعل جذبت استثمارات تقدر باكثر من حوالي يمكن اكثر من 25 مليار جنيه، اكثر من 25 مليار جنيه تم جذبهم لهذه المناطق. وبالتالي العقد الجديد اللي احنا بنفكر فيه النهارده يجب مبدئيا يجب ان نستغل المطور الصناعي، ويجب ان نأهله بطريقه مناسبه ان يكون مستثمر جد، ونحط عقد بيننا وبينه يكون يحافظ على حاجتين، يحافظ على المستثمر اللي هيخش ويستثمر في هذه الارض وينشئ المصنع، وبين المطور الصناعي انه ياخد يسترد امواله واستثمارها بطريقه عادله وفي زمن مناسب. واعتقد الكلام ده اتكلمنا فيه كتير مع اتحاد جمعيات المستثمرين، اعتقد استاذ احمد فريد خميس بالظبط قعدنا، كان في قعده موسعه مع ومع اكتر من 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 مجالس، مع اكتر من اتحاد الصناعات وجهات كثيره جدا عديده، الاراء مختلفه، سيادتك تعلم هذا الكلام، يمكن اراء مختلفه في ضد وفي مع، لكن في النهايه احنا بنقول ممكن نستغل المطور الصناعي في توقيت ما محدود وبضوابط، بقول وبضوابط تكون منصفة للطرفين، واعتقد ده ممكن يكون حافز كويس جدا لهم ان نقدر نوفر اراضي سريعة في التوقيت الحالي، لان المستثمر او القطاع الخاص هو اقدر من الدولة انه يقدر يرفع بسرعة جدا ويقدر يوفر الاراضي اللي احنا عايزينها، بالاضافة ان هو بيجتذب كمان ايضا شركات عالمية للاستثمار في مصر. طب عايز اقول خبر للمستثمرين الصناعيين، هل حضرتك بتخطط في الفترة القادمة لطرح اراضي في المنطقة اللي بطرقهم؟ بالظبط، كان برضك ده اهتمام الحكومة، دي حقيقة طبعا، اهتمام الحكومة كانت بهذه المناطق لأنها عليها إقبال غير 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 عادي. بالفعل احنا وفرنا مناطق صناعية جديدة إن شاء الله هتكون في العاشر من رمضان، هتكون في برج العرب، خلال هتكون في 6 أكتوبر، آسف السادات، ويمكن في بدر إن شاء الله. هذه تتراوح هذه الأراضي ما يقرب من حوالي 30 مليون متر، مختلفة طبعا متقسمة على كل المناطق. خلال قد إيه يا فندم؟ احنا في مشروع حاليا ان شاء الله سيتم طرحه باذن الله على السيد معالي الوزير الصناعه لكيفيه اداره هذا الملف، وبالتعاون طبعا مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، لان هم الجهه الاصليه في امتلاك الارض او صاحبه الولايه على الارض، لكن احنا في اتفاق حصل اكثر من 4 لقاءات سريعه يعني معاهم، واتفقنا على المناطق اللي يتم ترفيقها وامكانيه المرافق الرئيسيه لتوصل لهذه الحدود ان شاء الله، واقرب وقت باذن الله في اقرب فرصه. خبر اخر ان احنا ليس المطور الصناعي الحالي بس، احنا لقينا في شركات كتير جدا او جمعيات مستثمرين هيخشوا كمطور صناعي، وده كان فكره جديده ككيان. النهارده في، مش عايز اقول برضك يعني في كيان يعني قريب جدا ان شاء الله، ولسه مكلمني في التليفون ان هو عاوز يتقدم ان يعمل مشروع استثماري في الارض كمطور صناعي اللي يوفر الارض، هو لا يعني بالارض ولا مستثمر في الارض، لكن عاوز يساعد في البلد بضخ استثمارات
في هذا الاتجاه عشان يوفر أراضي صناعية. وبالتالي أعتقد القاعدة الكبيرة هتبقى قدامنا، مش المستثمر القديم الناس بتتكلم فيه، لا، في كيانات جديدة هتنشأ على هذا لصالح هذا الملف، واتمنى ان شاء الله يكون رؤيه مختلفه وهتكون في اقرب ما يكون هنوفر اراضي باذن الله. استاذنك هنخرج للفاصل وبعديه هنرجع لاستكمال الحوار حول الاستثمار الاجنبي، ابقوا معنا. عدنا اعزائي المشاهدين لاستكمال الحوار مع اللواء مهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئه العامه للتنميه الصناعيه. الاستثمار الاجنبي المباشر، نتكلم مثلا عن المنطقه الصناعيه الروسيه المحتمله او المطروحه، كان هناك كلام ان في مذكره تفاهم جاري تنفيذها وتفعيلها، المفاوضات وصلت لفين؟ هذا الملف ايضا احنا اشتغلنا عليه بقالنا اكتر من شهرين او يزيد. الجانب الروسي مهتم جدا بهذا الملف، وبالفعل في مباحثات معانا استمرت، يمكن زرنا 5 مناطق صناعيه، رحنا زرنا منطقه شمال عتاء، ودي كانت اول منطقه تم طرحها عليهم، ثم المنطقه شمال الفيوم، ثم برج العرب، فالسويس، واخيرا زار المنطقه شرق بورسعيد. اخر جوابات جت لنا من الجانب الروسي ان هو يرغب في استثمار في منطقه شرق بورسعيد. في مجال ايه؟ في مجال كتير، مجالات عديده، سواء مجالات المعدات او السيارات او مجالات عديده. هو لسه هو اللي بيفكر ولا ممكن حضرتك تطرح عليه؟ احنا وحتى الان ما اقترحناش الصناعات، لان هو الفكرة ولا هو جاي في دماغه اجنده، هو جاي في دماغه اجنده معينه هيستفيد بالمنطقه، هو جاي يستثمر، فهو عشان يستثمر في هذه المنطقه هيشوف ما هي الدوافع اللي تخليه يروح في شرق بورسعيد. وايه اللي بيميز المستثمر الروسي؟ التكنولوجيا اللي عنده ليست سيئه، بالعكس عنده متقدم في حاجات كتير جدا، سواء في المعدات الثقيله، في السيارات، في النقل، في السفن، في كتير جدا من الصناعات اللي تخدم المنطقه اللي هناك. فهو احنا سايبين الاجنده او القطاعات الصناعيه سايبينها له حتى الان، لحين ما يحصل تفاهم بيننا وبينه. بس اللي بيحصل ان احنا المنطقه اللي تم اللي يرغب الجانب الروسي في اقامه هذه المنطقه شرق بورسعيد، هذه المنطقه اصبحت منطقه اقتصاديه تتبع تماما الى المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، هيئه قناه السويس تحديدا يعني. وبالتالي احنا بننسق مع هيئه قناه السويس ومع الجانب الروسي ان احنا نشكل مجموعه عمل مكونه من جانب مصري وجانب روسي، وان شاء الله قريب جدا متوقع لقاء قريب في خلال النصف الثاني من هذا الشهر ان شاء الله، ان هيحصل زياره باذن الله من الجانب الروسي للتفاهم على التفاصيل. هم خلاص حددوا المنطقه اللي عايزينها وهي شرق بورسعيد. في تقدير للحجم الاستثمارات بتاعتهم هتبقى كام؟ حتى الان ما اقدرش احددها، لان هو لان طبعا تقدير حجم الاستثمار تبقى لنوع الصناعه اللي هتبقى موجوده، ممكن تبقى صناعه ثقيله جدا، تبقى استثمارات عاليه قوي. فحتى الان احنا ننتظر باذن الله في خلال الاسابيع القادمه في نهايه ان شاء الله هذا الشهر ان احنا نتصل على اتفاق ونحل ان شاء الله اي اسئله هم محتاجينها، لكن اختيارهم الى منطقه شرق بورسعيد ان شاء الله. وماذا عن الجانب الصيني، خاصه في ظل تواتر اخبار ان الصين حصلت على 6 مليون متر في منطقة غرب خليج السويس، هل الصينيين بالفعل مهتمين بالاستثمارات الصناعية وإقامة مناطق صناعية كاملة في الفترة دي؟ بالفعل هو هذه المنطقة تتبع أيضا المنطقة الاقتصادية القديمة، كان في المنطقة الاقتصادية القديمة كانت مساحتها حوالي 20 مليون متر فقط، لكن النهاردة بقت أكثر من 400 وشوية مليون متر مربع. وبالتالي احنا بنتكلم الصينيين بالفعل كانوا من أول الشركات أو الجهات اللي تملكت جزء من الأراضي في منطقة شمال غرب خليج السويس، حوالي 1.3 مليون تقريبا كان متر كان تمليك، ثم تحول بعد ذلك توسعوا في هذا النشاط وأخذوا حوالي 6 مليون متر بحق الانتفاع وهو في المنطقة الاقتصادية. بالفعل في صناعات كتيرة جدا صينية، وأنا زرت هناك أكتر من مصنع، منهم مصنع لصناعة الفايبر جلاس، وده أكبر مصنع موجود في الشرق الاوسط وفي افريقيا، بيصدر كل انتاجه بيصدره الى اوروبا بالكامل. وبالتالي ده صناعه جديده تم جذبها، تكنولوجي جديد وصناعه جديده، وكثيرا طبعا من الصناعات الاخرى الثقيله بالفعل موجوده هناك. فانا ابشر ان انا بقول ان الجانب الصيني عنده استعداد وعنده رؤيه في هذه المنطقه، وكثيرا من الصناعات الاخرى طلب انها تستثمر في مصر في مناطق اخرى، سواء في برج العرب، سواء في اكتوبر، سواء في العاشر من رمضان. وبالتالي ليست محصوره
على منطقة شمال غرب خليج السويس كمنطقة اقتصادية، لكن أيضا في منطقة صناعية أخرى. فالجانب الصيني له مشاريع كتيرة جدا وبيرغب في الاستثمار في مصر بقوة. بمناسبة الحديث عن الاستثمارات الصينية، ممكن أنتقل بالحديث مع حضرتك لوادي التكنولوجيا. كان هناك تصريحات لحضرتك بتتكلم على أن هذه المنطقة واعدة، هذه الصناعة جيدة جدا، ان من الممكن انها تحقق قيمه مضافه واستثمارات تقدر ب 13 مليار جنيه. بالظبط. ايه تصور حضرتك؟ هذه المنطقه ايضا تم ضمها الى المنطقه الاقتصاديه في محور قناه السويس، فاصبحت جزء من المحور بالكامل من منطقه اقتصاديه، وهينطبق عليها القانون في المستثمرين. خلينا نتكلم عن المشروع كمشروع بصرف النظر هيتواجد في وادي التكنولوجيا او في منطقه اخرى غير التكنولوجيا. هو كان الهدف من هذا المشروع هو استغلال الرمل البيضاء في انتاج وتنقيه السيليكون، عشان نوصل به الى مرحله متقدمه اقدر استخدم بيها الخلايا، اقدر انتج بيها الخلايا الشمسيه بعد عده مراحل، ثم الفايبر الاوبتكس الكوابل الفايبر، وكثير من الصناعات الالكترونيه القائمه على هذه الصناعه. هو ده المشروع الاساسي، هو ما يقرب من حوالي من 9 الى 15 مصنع ممكن ان يقام على هذه الصناعه. يمكن أقول بصرف النظر عن وادي التكنولوجيا، لكن كان في شركات ألمانية بالفعل جت وقدمت دراسة جدوى كاملة ويرغب في إقامة هذا المشروع جنوب مصر في صعيد مصر. فالفكرة بتكلم فيها أن ليس وادي التكنولوجيا هينحصر فقط على هذا المشروع، لكن لو كان في شركات ترغب في العمل في نفس وادي التكنولوجيا في هذه الصناعة أهلا وسهلا. في خارج وادي التكنولوجيا في صعيد مصر الأرض موجودة، وأنا بالفعل قدمت أرض في منطقة اسمها برنيس، أعتقد دي أرض كانت واعدة جدا. فين برنيس؟ برنيس جنوب مصر، حاليا تتبع محافظة البحر الأحمر طبقا لحدود الإدارية الجديدة أو القديمة، حتى الآن القديمة تتبع البحر الأحمر. وبالتالي المشروع مشروع ناجح، له دراسة جدوى واعدة، لكن استثماراته عالية جدا زي ما حضرتك ذكرت حوالي 13 مليار، فده مبلغ ضخم جدا واستثمارات عالية جدا. نأمل ان احنا نقدر نجتذبها في خلال مؤتمر الصعيد، المؤتمر اللي هو الترويج لتنمية الصعيد، واعتقد ده هيكون من احد المشروعات ان احنا هنعمل عليها ستريس بإذن الله، وان احنا نقدر نجذب فيها استثمارات كبيرة ان شاء الله. لازال فندم الحديث يعني عودا الى الملف المحلي ما بين المستثمرين في كل المؤتمرات حول ارتفاع اسعار الاراضي، متر الاراضي. دايما رجال الاستثمار، واعتقد في مذكره كتبها اتحاد مستثمري مصر وقدموها لرئيس الوزراء فيها اقتراحاتهم ومشاكلهم، وانا عذرا انا بقول مشاكل لان في النهايه رئيس هيئه التنميه الصناعيه يعني مسؤول حكومي وموجود قدام الراي العام، فطبيعي ان انا يعني اطرح عليه أزمات ومشكلات المستثمرين، لأن احنا في النهاية هدفنا واحد. بالزبط. وهو تذليل هذه المشكلات زي ما بدأنا في الحديث على التيسير للوصول إلى الشكل الأمثل. لما الرئيس بيتجه للخارج لدعوة المستثمرين إلى القدوم لمصر، أكيد إن احنا لازم نكون مجهزين الوضع داخليا لاستقبال هؤلاء. الأراضي سعر تمام، أعتقد بيوصل ل 1800 جنيه متر. هذا الرقم أعتقد إنه مبالغ فيه تمام قياسا بالخارج. خلينا نفتح برضك هذا الملف اللي هو الأسعار. احنا قلنا على الأراضي نفسها فين وجودها، ثم أسعارها ازاي أتحكم في هذه الأسعار. يمكن سبق أن أنا قلت أن الأراضي بوجه عام كأراضي صناعية ليست هدف للصناعة. بمعنى آخر أنا بتكلم عن هيئة التنمية الصناعية، الأرض ليست استثمار بالنسبة لهيئة التنمية الصناعية، بالعكس الأرض هي أداة. ما هي إلا أداة فقط عشان أنشئ المشروع عليه، المصنع ينشأ عليه. الأرض قيمتها بالنسبة لي مش القيمة الحالية، لا، الأرض قيمتها فيما سينشأ عليه، فيما سيتم تشغيله من العمالة اللي موجودة، من الضرائب اللي هتكون موجودة، من الدخل القومي اللي هيزيد بهذه المنتجات، الضرائب، كثير جدا من الاستثمارات هتضخ على هذه الأرض التي قيمتها لا تساوي أي شيء بالنسبة للاستثمار اللي هينشأ عليها. وبالتالي المشكلة عندي في أن الأراضي زي ما قلت قبل كده ليست ولايتها في ولاية هيئة التنمية الصناعية، ده حاجة. فالولايات المتعددة لهذه الأراضي بيعمل مشكلة، إن كل صاحب ولاية له قوانينه وله ألياته اللي ما قدرش يحيد عنها. يعني هيئة المنطقة العمرانية ليها آلية مختلفة تماما عن آلية هيئة التنمية الصناعية، مختلفة تماما عن محافظات ومحليات،
وبالتالي هو جهة بتنظمه قانون، ينظمه قانون فلازم يتبعه بلوائحه. كل واحد مش عايز يسيب أي حاجة هنا من مكتسباته. بالضبط، هي دي وده سبب تشكيل اللجنة إن شاء الله اللي أنا بأمل بها كتير بإذن الله للتيسير إن شاء الله. طيب نخلينا نتكلم في ليه الأرض غالية. الأرض الخام ملهاش سعر يعني كبير، لكن ما يتم ضخه من استثمارات لترفيه هذه المناطق هو ده القيمة الحقيقية، بيخلق لها قيمة. يعني الأرض في أي حتة احنا نقول لك ده بقى في معقول، معقول في مصر ما فيهاش أراضي؟ لا فيها أراضي، لكن أراضي غير مرفقة، وبالتالي الأرض المستثمر عاوز أرض فيها المية، فيها كهرباء، فيها الغاز، فيها الصرف، فيها التليفونات، فيها كل حاجة. دي كلها استثمارات ضخمة جدا عشان أوفرها، وبالتالي ثمن الأرض المرفق يعني لا بنحسب تكلفة فقط لهذا المتر. وكلام ده احنا قعدنا فيه في جمعية مع كل المعنيين بالاستثمار، ووصلنا بالحسبة بالورق ان احنا الارض هم يقبلوها حتى لو وصل 400-500، لكن لا يزيد، بس تكون مرفقة كاملة. وده كان سبب واساس ان هم قالوا احنا كمستثمرين هنخش كمطور صناعي وهنرفق هذه الاراضي بحيث نقدمها للمستثمر بالتكلفة. فقيمة الأرض ليه غالية أو ليه رخيصة؟ سعر المرافق. سعر المرافق. طيب السعر اللي حضرتك ذكرته 1800 ده سعر غير منطقي إن أنا أوفره في أرض لأي مستثمر عادي. ده أكيد تاجر في هذا الأرض بيرفع رفع من قيمة الأرض بتاعته فد هذا السعر، لكن مفيش جهة حتى مطور صناعي وصل هيعرض بهذا السعر. لا يمكن يا فندم. عشان برضه أقول لستك حاجة للأمانة، احد المطورين طبق العقد بتاعه من حقه ان هو يزود سعر طبق التضخم. عايز اقول لسيادتك الاسبوع الماضي تحديدا كان احد المستثمرين المطورين عاوز يرغب في زياده السعر الارض، واحنا رفضنا هيئه التنميه الصناعيه او تحديدا السيد وزير الصناعه رفض زياده هذا السعر، وبالتالي ثبتنا السعر بتاعه الى السنه القادمه زي ما هو. فيعني نامل ان احنا نسيطر على هذا الملف. استأذنك ان احنا نخرج الفصل ونعود لفتح ملف جديد وهو ملف الطاقة. اعزائي المشاهدين، عدنا مرة اخرى لاستكمال الحوار مع رئيس هيئة التنمية الصناعية. ملف الطاقة. الطاقة دايما تمثل صداع عند اجهزة الدولة، حتى المستثمرين الاجانب والعرب. مجلس الاعمال المصري الكويتي في لقاء لي من 6 شهور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلموا معايا على ملف الطاقة، قالوا له احنا هنعمل مصانع بس عايزين نضمن توفير الطاقه. الرئيس اعلن منذ ايام ان خلاص مشاكل الغاز تقريبا شبه منتهيه بالنسبه للصناعه. هل هناك استراتيجيه واضحه لمواجهه هذه المشكلات؟ ستك بتمس يعني خطوه بخطوه كل مشاكل الصناعه، الارض، الاجراءات، ثم الطاقه. ودول اعتقد التلات عوامل اللي اي مستثمر بيطالبهم، طالب اجراءات سريعه، طالب ارض، طالب طاقه. هو تقام الصناعه من 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 3 عناصر دول. الطاقه طبعا شيء اساسي في الصناعه، وبالتالي اعتقد الدوله اولت اهتمام غير مسبوق في الايام الماضيه او في الاشهر الماضيه بتوفير الطاقه، سواء طاقه كهربائيه او توفير الغاز. وبالفعل زي ما وعدوا الغاز بالفعل توفر الفتره الماضيه بصوره محدوده لبعض الصناعات، ولكن في الفترة اللي جاية إن شاء الله في نهاية هذا الشهر بإذن الله هتكون كل المصانع التي تعمل بالغاز عدا مصانع الأسمنت هتكون وصل لها. وهتنتهي الشكوى بتاعتهم إن إحنا ما بنشتغلش بطاقتنا عشان إمدادات الغاز؟ هو طبعا دي الشكوى هم ليهم حق فيها، خلينا نكون واقعيين، لأنه فعلا هو عنده طاقة إنتاجية مش قادر يوفيها، معطلة، دي حقيقة. لكن هو لو وصل له كمية الغاز المتعاقد عليها بالفعل هيبقى في الإنتاج مظبوط وهيزود الإنتاج في السؤال. لو اشتغل بالإنتاج الأقصى ليه هيبقى كده هيبقى قيمه مضافه للاستثمار وهيأثر في الاسعار بالتاكيد. انا النهارده يعني بتكلم مثلا على منتج زي الاسمنت، تمام، لو المصانع ديت اللي بتشتغل بتلت طاقتها لو اشتغلت بطاقتها القصوى، تمام، هيبقى في اكتفاء في السوق وهيبقى في الثمن هينزل شويه. الشيء طبيعي طبعا هو العرض والطلب. لو العرض معروض كتير هتلاقي السعر هيقل، لان الناس بتتصرف كده في ده 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 ده, ده آليات السوق يعني. بالفعل هو النهارده جاله الطاقه بتاعته، الطاقه كغاز او كفحم، لان النهارده الاسمنت حضرتك ذكرت اسمنت تحديدا. الاسمنت النهارده احنا عندنا له بدائل، وهي بدائل الفحم واي بدائل للطاقه اخرى، سواء المخلفات، سواء بعض من المازوت والسولار. لكن الفحم هيكون اساسي بالنسبه له. الفحم دوت بالنسبه للاسمنت هيكون بديل تماما عن الغاز،
واعتقد كمان هيكون ارخص في استخدامه من الغاز، ودي برضك معلومه. ارخص اربع مرات، بقول ست ارخص أربعة. ارخص الغاز ايوه بالظبط. فبالتالي لو احنا ثبتنا سعر الاسمنت النهارده فاكيد هيعود على المستثمر بفايده كبيره لو استخدم الفحم، لكن مفيش شك انه هيلعب في اسعار الاسمنت لما استخدم الفحم، سواء المعروض او سواء السعر ان شاء الله هيقل منه. بالنسبه لمصانع الاسمنت يا سياده اللواء، يعني اعتقد ان مشكلتين كبار اتحلوا. هتحلوا. اول مشكله البيئه، تاني مشكله تاهيل المصانع. حضرتك قبل اللقاء قلت لي ان تقريبا كل المصانع 50% من المصانع اللي عندي حوالي 24 مصنع اتاهل منهم حتى الان بدراسات الاثر البيئي حوالي 12 بالفعل. في 7 منهم تقريبا خلاص يعني يعتبر على ان هم على وشك ان هم ممكن يعني ياخد تصريح استيراد الفحم ويشتغل خلاص، مفيش مشكله فيهم. الباقي جاري دراساته. الميزه في استخدام الفحم ايه؟ ان انا وفرت ما يقرب من حوالي 5 مليار متر مكعب سنويا ممكن استخدمها في صناعات اخرى. من الغاز؟ من الغاز، انا قصدي ده حجم الغاز اللي تم توفيره باستخدام الفحم لمصنع اسمنت فقط، وبالتالي اقدر استخدم هذا الحجم من الغاز لصناعات اخرى، صناعه الازاز، صناعه السيراميك، صناعات الاسمده، حديد الصلب، الحديد والحديد نفس الحديد والصلب مش بيقدر يستخدم الفحم برضه؟ في جزء من الـ من الـ من الـ من الحديد والصلب طبقا للتكنولوجيا المستخدمه بيستخدم الفحم، لكن في صناعات زي حديد الاسفنجي لازم يستخدم الغاز الطبيعي لان هو يعتبر مدخل في الانتاج وليس غاز للتسخين، ده يعتبر جزء من العمليه اللي هي بتاعت الاختزال، وبالتالي ده يعتبر مدخل مادة خام وليست للتسخين. ده كان في الحديد في مرحلة معينة وهي الحديد الأسفنجي. لكن خلينا نقول إن صناعات كثيرة واقفة عطلانة على توفر الغاز، فلما أوفر 5 مليار متر في السنة من الغاز أعتقد هذه الصناعات بالكامل هتلاقي كفايتها، وبالعكس كمان استخدام المنزلي. طبقا لرؤية وزارة البترول أعتقد أن هم في خلال الشهر اللي جاي هتوفر كمية الغاز. لا يا فندم، أنا بقول لحضرتك أنت يوم ما هتستخدم الفحم هتوفر الرقم دوت من المصانع. أنا بالفعل بدل الفحم. طيب إمتى من الممكن أن يتم استخدام الفحم يعني حتى بشكل جزئي ويبتدي يوفر كميات من الغاز اللي كانت مستهلكة؟ إحنا بالفعل سمحنا بمصانع الأسمنت تستخدم فحم دلوقتي وبدائل. ما بدأوش الاستيراد مش كده؟ لا، الاستيراد لسه محدود جدا، اللي كان فيه صناعات أخرى كانت بتستخدم الفحم قبل هذا قبل الأسمنت. طيب. وبالتالي هو فيه بالفعل استيراد فحم، لكن مش بالكميات اللي هتكفي كل هذه المصانع. فاحنا حطينا الضوابط. هل في قيود وضوابط؟ طبعا اتحطت كل القيود والضوابط ديت، لكن طبعا اعمال التاهيل لسه ما زالت في المصانع، سواء في المصانع، سواء في المواني، سواء في وسائل النقل للفحم دهوت، لان كل دي حاجات بيئيه. ما ده البيئه طلبت بالظبط، فاحنا بنقول وحددت مواني معينه. تمام كده، فبالتالي لازم ناهل هذه الاماكن وهذه الـ 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 الوسائل حتى يمكن ان انا استخدم الفحم بطريقه امنه، واعتقد الكلام ده ممكن في خلال اقل من عام ممكن يتم هذا الكلام، يعني ممكن اقول على نص العام القادم اعتقد هتلاقي مصانع بالفعل انتجت بطاقتها كلها باذن الله من استخدام الفحم. هل شركه الحديد والصلب اللي في حلوان اللي هي الشركه الحكوميه العملاقه اللي كانت يتم انشائها وقت الرئيس جمال عبد الناصر لا زالت بتعاني من ضخ الغاز؟ خلينا نقول ان الموضوع مش موضوع غاز بس، هي الموضوع اللي هذه عندها مشكله في فحم الكوك كمان. عنده مشكله في فحم الكوك وعنده مشكله في تاهيل المصانع نفسها، المصانع قديمه، واعتقد ان ده ملف كبير قوي يعني شرحه يطول، لان هذا المصنع تحديدا له لجنه خاصه بيه تحتاج استثمارات ضخمه جدا لاعاده تاهيله. بالظبط، فهو ده موضوع اخر يعني. وما فيش تقصير اللي موجودين لان هم ورثوا تركه للاسف الصناعات ديت يعني بدات ملف كبير بالظبط محتاجه اعاده نظر واعاده بالزبط تاهيل بالزبط في ظل يعني استحديث اللي العالم كله بدا يتجه اليه. ده انا مع سيادتك فيه، طبعا في عماله وفي معدات قديمه عايزه تاهل، يعني في اكتر من موضوع يعني شرحه يطول، لكن اتمنى ان شاء الله نتحل برضك ويكون احد القلاع زي ما كان قديما في لصناعه الحديد ايضا ويساهم في جزء من دعمه للبلد ان شاء الله. هنتقل لملف الطاقه المتجدده ودورها في الصناعه، ولكن اذا نخرج لفاصل ونعود لاستكمال الحوار. اعزائي المشاهدين، عدنا من جديد ونعود لملف الطاقه المتجدده، الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، ونحط جنبها الفحم. وجود الطاقه ديت هتساهم في ايه؟ هتساهم في الصناعه على ما اعتقد، هتساهم انها تقلل من ضغط المنازل والمصانع على الغاز بحيث ان يبقى في نوع من التوزيع والتنوع في باقه الطاقه.
بس احنا انا شايف ان احنا ماشيين بخطوات بطيئه. احنا عايزين نقفز عشان نوصل لهدفنا ونحقق اهدافنا ونامل في كده، لكن التكنولوجيا استيرادها مكلف، انشاء هذه المصانع واستخدام هذه الطاقات مكلف وبياخد وقت. يمكن الطاقه الشمسيه احنا بنتميز طبعا باشعاع وطاقه شمسيه غير مسبوقه في اي منطقه في من بقاع العالم. احنا ممكن نبدا، واعتقد ان احنا بالفعل بدانا، الحكومه بدات انها تنشئ حقول لاستخراج الطاقه الشمسيه، والدوله حطت معايير انها بتقوم بشراء المنتج النهائي من الطاقه الشمسيه، وليست لا تستثمر في انشاء محطات. وبالتالي كثير من المستثمرين بالفعل جم واستلموا اراضي وبداوا ينشئوا عليهم حقول انتاج الطاقه الشمسيه. هل تتابع حضرتك هذا الملف مع وزاره الكهرباء؟ يمكن بالتاكيد طبعا مع وزاره الكهرباء، لان طبعا في مستهدف، احنا عارفين ان هو مستهدفين نصل بالطاقه الكهربائيه لمصر، انتاجنا او احتياجاتنا تحديدا الى 20% من طاقه الرياح وطاقه الشمسيه. يعني احنا حاليا بالفعل في طاقه بالرياح، لكن عايزين طبعا نزودها، وفي طاقه شمسيه لكن ضئيله جدا. في مستهدف ان شاء الله الدوله انها يكون انتاجنا او يكون استهلاكنا ما يقرب من 20% منه يكون نابع من الطاقه الجديده المتجدده، فده سواء طاقه رياح او طاقه شمسيه. يمكن ذكرت في سابقا مع سيادتك برضك ان احنا بنقول ان احنا عايزين نجيب تكنولوجي كيفيه استغلال السيليكون او الرمال واستخراج السيليكون عشان ننتج الطاقه بتاعتنا. الالواح نفسها، لان النهارده هتبقى مكلفه عليها شويه. المكلف فيها هي ان الالواح دي هتستورد من بره، او جزء منها هيستورد من بره. انا ممكن اصنعها في مصر لو قدرت انجح ان انا اعمل تنقيه. بالمناسبه السيليكون او الرمال في مصر من انقى الرمال الموجوده في العالم، وبالتالي الرمال البيضاء عندنا ممكن استغلالها، لكن تكنولوجي غاليه جدا، يجب ان احنا نستورد هذه التكنولوجيا ونجيب النو هاو ان انا ازاي اصنع الانجوت الاساسي اللي هو بيطلع منه الشرائح الاساسيه لتكوين الخلايا الشمسيه. احنا بنعمل الكلام ده بالفعل في مصانع كثيره انشات في مصر لتجميع هذه الخلايا، وده هيساعد كتير جدا ان احنا. هل بدات تظهر باكو؟ بدات طبعا، في مصانع كثيره عندنا، كثير من المصانع جم سجلوا عندنا وبالفعل بداوا يشتغلوا، واحد المصانع اكتر من مصنع بدا انتاجه بالفعل. طبعا احنا عايزين نشوف يعني نموذج بحيث ان احنا نسلط عليه الضوء من الانتاج، بحيث ان نشوف نتيجته ايه، هل الامور ماشيه كويس، لان هي قصه مش مجرد انتاج الكهرباء من اللوحات الشمسيه، في بطاريه تخزين بالزبط. عشان تستغل الطاقه اللي حصلت عليها الصبح تضخها بالليل. احنا انا مش متخصص قوي في هذا الموضوع، لكن في حاجه اسمها الاون جريد وفي الاوف جريد. انا ممكن اعمل حاجتين، انا ممكن اخد الطاقه مباشره واطلقها مباشره، مش محتاج بطاريات. يعني ده تكنولوجيا اعتقد، والكلام ده ممكن يتكلموا فيه اكتر مني، بطاقه غير متجدده، لكن انا اعرف ان انا ممكن استخدم اللوحات مش محتاج احطها اخزنها في بطاريات، لكن انا ممكن اخدها مباشره واحولها الى الشبكة القومية. وفي حاجات أخرى أن أنا بحتاج أن أستخدمها في فترة ما بعد الشمس، ففي تكنولوجيا مختلفة، لكن أقدر أستغل كويس جدا في خلال فترة النهار أن أنا أخذ الطاقة الشمسية أستخدمها مباشرة بدون ما أرجع إلى البطاريات. فالموضوع ده فني ممكن الناس تتكلم فيه أكتر مني، لكن أنا متأكد أن هو ده الأساس اللي عندنا. فبنقول زي ما حضرتك لسيادتك أن احنا النهاردة لازم يكون في تصور آخر كمان، أن أنا أخلي المصانع نفسها اللي بتنشئ مصانعها انها يستخدم الاسطح الكبيره جدا اللي موجوده فوق الهناجر بتاعه الانتاج، انها تكون بالكامل مغطاه بالالواح. ليه ما فكرتوش ان تقنعوا المستثمرين في المدن الصناعيه ان كل مدينه تحاول تكفي نفسها؟ عملنا كده وبنعمل فيه اكتر من وسائل للدعايه لهذا الموضوع، لكن يمكن ده يعني طبقا لقدره المستثمر نفسه. يعني قدره المستثمر هو النهارده المصنع بتاعه الالواح اللي هيدخل العاشر من رمضان فيها كبار مستثمري مصر جدا، اكتوبر نفس القصه جدا، لكن هو في انا عندي بالفعل ناس بدات هذا المشروع، عندي بالفعل ناس عملوا هذا المشروع بالفعل وبداوا يغطوا الاسطح بتاعه المصانع بتاعتهم بالكامل بالخلايا، بيوفر له كتير جدا سواء في الاضاءه ليلية او في الاستخدامات اليوميه، بس نسبه محدوده قصدي من الطاقه، لان طبعا المكن بيستهلك طاقه عاليه جدا، لكن هو يقدر يستخدمه في اغراض تانية، في الاضاءه تحديدا، في الاعمال البسيطه التي تستهلك طاقه عاليه.
فاعتقد ان هو ده الاتجاه اللي عايزين نمشي فيه ان شاء الله الفتره اللي جايه، وان احنا نقدر نعمل منطقه بالكامل بالطاقه الجديده والمتجدده ان شاء الله. سريعا هتجه مع حضرتك للملف الاخير، وهو اتجاه معلن من الهيئه بطرح رخص جديده للاسمنت والحديد، تقريبا 8 رخص. هل ان احنا في حاجه لعناصر جديده في السوق؟ تمام. هذا المشروع بالفعل احنا هيئه التنميه الصناعيه بالفعل درسته كويس جدا، وقمنا بدراسه مستفيضه في طلب الاستهلاك في السوق شكله ايه، وبالذات في الفتره القادمه. احنا وصلنا سنه حساباتنا لسنه 2022 تصل الى احتياجاتنا الفعليه تقترب من 90 مليون طن في السنه. احنا حاليا بننتج ما يقرب من 60-65 مليون طن في السنه بكل المصانع اللي موجوده. فبالتالي هيبقى في فجوه لو انا استنيت المصنع بينشئ، خاصه ان انا عايز في الفتره القادمه المزيد من الاسمنت عشان العمليات الانشائيه. احنا حسبنا معدلات المعدات الاستهلاك الموجوده سواء في الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، وده جهه رسميه لمعدلات الاستهلاك، والبنك المركزي ايضا كجهه، لان في فعلا معدلات كثيره في النمو الاستهلاك او النمو الانشاءات. فبتكلم حضرتك من 65 مليون الى 90 مليون، ففجوه هتصل الى حوالي 25 مليون محتاجينه. انا بتكلم على الطاقات التصميميه الموجوده حاليا في المصانع حاليا اللي هي غير مستغله. انت بتتكلم على الطاقه القصوى. القصوى لهذه المصانع. وليس بالظبط كده. ان الناس بتقول برضك، يعني معظم الناس في المصانع الاسمنت يقول لك احنا مش محتاجين بالفعل. النهارده انا مش محتاج، السوق دلوقتي مش محتاج، متشبع. او لو هو انت باصص على اللونج ران، احنا بنعمل دراسات ان مصنع اسمنت بياخد حوالي من سنتين الى 3 سنوات. بتتكلم على العاصمه الاداريه الجديده، بتتكلم على التوسعات العبرانيه بالظبط كده، على الطرق الكثيره، على الكبار اللي هتتعمل. كل الكلام ده اللي احنا شايفين بكره تم دراسه كامله لهذا الموضوع. وبالتالي الشيء الثاني اللي بتكلم فيه، انا بنقول للسوق النهارده لازم اوفر له الاسمنت للفتره الجايه، بتكلم في 2022، يعني لسه قدامي ما يقرب من 7 سنوات. وبالتالي المستثمر اللي هيدرس السوق احسن مني. تمام. ده برضه حاجه تانية. النهارده الناس بتقول ليه اطرح اسمنت؟ عارف انه هيلاقي له زبون. هو عارف، مفيش مستثمر هيجي هجبره هقول له تعالى انشئ مصنع اسمنت. لان هو بالعكس انا عندي طلبات تصل الى 20 طلب من الشركات طالبين ينشئوا مصانع اسمنت. فاحنا السوق زي ما قلنا لو سيبنا، انا لست وصي على الصناعه، اسيب الصناعه واشوف المستثمر عاوز ايه، مع مراعاه المحافظات اللي هي محتاجين ندعم فيها هذه الصناعات، مع الاحمال البيئيه لهذه المحافظات، بحيث ما يحصلش خلل في الاحمال البيئيه في هذه المصنع. في نهايه لقائي بشكر اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئه العامه للتنميه الصناعيه، اتمنى ان انا اكون عرضت كل الملفات اللي فيها تساؤلات في تجوب اذهان البعض، وانا عارف ان اجابات اللواء اسماعيل ما كانتش دبلوماسيه، كانت واضحه وفي صميم الموضوع. حضرتك يا ريت توعدنا بلقاء قادم ان شاء الله. انا تحت امرك في اي وقت طبعا يا استاذ مجدي. شكرا. الى اللقاء اعزائي المشاهدين الاسبوع القادم ان شاء الله.